السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نتكلم عن مصطلح ثقافي أدبي قديم أيام الحضارة العباسية عندما كانت دار الخلافة بغداد. فلان بين قوسين فلان تبغدد. لما يجي مواطن ويهاجر من المدن العراقية ويروح لبغداد أو من يجي من نجد أو يجي من الحجاز أو يجي من الشام أو من مصر أو من فلسطين ويجلس عدة سنوات في بغداد أو يقال فلان تبغدد لأنه اصطبغ بالحضارة ومظاهر الحضارة العراقية، الصوالين الأدبية، العلم، العلماء، التأليف، مظاهر الحضارة العراقية، المكتبات، الحمامات، الخانات، البازار. هذا المصطلح مذكور في كتاب جميل أنصح بتحميله، اسمه كتاب الشاعر البصري شاعر أبو العين تأليف ابتسام مرهون الصفار. الشاعر هذا أبو العين اليمامي أصله من اليمامة، يرجحنا من نجد أصله، ويقال أنه أنعم في عصر صديقه المتوكل، والصديق المتوكل بالله الخليفة المتوكل، ويقال أنه أنعم في زمنه وقيل غير ذلك، وكان هو نديم للخليفة المتوكل بالله وله طرائف معه. الشعر هذا كل شعره فيه روح الطرفة وروح الامتاع والمؤانسة. أنصح باقتناءه، اللي يقرأ الكتاب هذا يحس أنه عايش في زمن الخلافة العباسية. الكتاب هذا ينقل لك طرائف الوزراء، طرائف الشعراء، طرائف طرائف طرائف، وبعدين هو سهل الممتنع يفهم أي واحد حسب ثقافته، وبعدين يزيد من ثقافة المتلقي، وأنصح باقتنائه.